بنبدأ دغري مباشرة مع البروفيسور مروان المصري. الكل يسأل، هل هي حقيقة أم تجارة من قضايا التجارة الطبية اللي يسوق لها؟ وتعرف اليوم الناس معلقة بحبال الهوى، يعني أي شيء بتقوله للإنسان إنه هيدا ممكن يقدر ينقذك أو يحميك من مرض السرطان ومن أمراض أخرى في المستقبل، بيهجم وبيعملوا. أنا نحن خلينا نجاوب بجواب الأول. الجواب الأول إنه طبعاً هيدي حقيقة، هيدا صار أمر واقع، وهي ما عادت إنه مسألة تجارية، بس بدنا نحن نحدد ما بين العلم والتجارة. العلم قائم على أمور إنه كل شيء فينا نستعمله وإله تطبيق علمي وإله إثبات علمي. هذا منقول إنه نحن لما بدنا نحكي مع حدا بده يخزن أو للاستعمال، نحن بدنا نشرح لهذا المريض أو لهذا المتبرع إنه شو هي الأمراض اللي حاليا تداوى فيها. شرح لي يا مولانا. يعني اليوم نحن بدنا نقول إنه في كل عمليات، يعني العضو هذا أو الخلايا هيدي، الخلايا الجذعية هي عبارة عن عضو، ونحن بنقوم بعملية زرع. نعم. والزرع عادة مثل أمراض اللوكيميا وأرام اللوفوما تداوى حاليا حتى في لبنان بواسطة الخلية الجذعية. لكن الخلية اللي بتنشال من نفس الإنسان، مصدر الخلايا الجذعية يختلف. نعم. المصدر اللي عم نستعمله حاليا في لبنان، اللي يطبق حاليا في لبنان، هو اللي عم ناخده يا من النخاع الشوكي أو عم ناخده من واسطة الإنسان نفسه. نعم. لكن في أغلب الحالات مرات ما بنقدر نعملها، الكمية اللي نحصل عليها ما بتكون كافية، وعنا مصدر آخر اللي هو مصدر موجود ومتوفر بكثرة ونحن عم نرميه بالنفايات، اللي هو بيطلع من المشيمة أو الحبل السري. نعم. فهذا المصدر طبعا. فإذا خلينا نمشي خطوة خطوة. تدخل السيدة إلى غرفة الولادة، طبعا أثناء ولادتها هناك ما يعرف بالمشيمة أو الحبل السري، فانتوا شو بتعملوا هون؟ بعد من الولاده، بعد ما تتم الولاده، بعد ما تتم بعد الولادة. ما تتم الولاده ويفصل الولد الجنين عن الحبل. نعم. ساعتها بياخذوا اللي بيجمعوا الدم الموجود بالمشيمه او بالحبل. نعم. وبحطوه بكيس دم عادي، يعني كانه واحد عم يتبرع بالدم، بس طبعا لا الام عم تشعر فيه لانه صار فيه خلاص طلع. نعم. ولا الولد عم يشعر فيه لانه الولد بس مفصول، يعني هو عباره عن اصبح شيء مفصول عن الجسم وفينا ناخذ منه هذا. طبعا تنقدر ناخذ شو بتعملوا فيه لما تاخذوه؟ لما ناخذه بروح على مكانات بتفصله، طبعا لانه هو كميه كبيره بتكون بدك تفصلها، بدك تاخذ الخلايا الجذعيه منها، ونحن بنفرز بس او بنحط بالفريزر او بنجلد الخلايا الجذعيه. طبعا الخلايا الجذعيه ما فيك تجلدها مثل ما هي، بده ينحط معها نوع من البريزرفاتيف او الانتي فريز، لانه انت عم تجلد على 196 درجه تحت الصفر، 196 درجه تحت الصفر بواسطه الازوت او الازوت الفيبر، فبدها يعني في لها بروسس معين والكميه اللي بدك تحطها، فان في مكانات كله، وهيدي بدها تتم بطريقه معقمه، بدها تكون بحلقه مغلقه كليا من وقت ما نحصل على الدم لوقت الاستعمال، حتى لما بدنا نشيل من بيكون مفرز وبدنا نشيله تنستعمله بده يضلوا بالحلبة المغلقة حتى يحافظ على. فينا نستعمله أكثر من مرة؟ طبعا فينا حسب الحالة، يعني اليوم إذا بدنا كل الأكياس اللي بتنحفظ هي مقسومة إلى قسمين. نعم. فينا ناخذ قسم منها بحسب الحالة اللي بدنا نستعملها. في عنا حالات تتطلب إنه نستعمل الكل، في عنا حالات تتطلب إنه نستعمل جزء منها، جزء صغير او جزء اكبر. نعم. وهذه المشيمة هي صالحة فقط للجنين اللي خلق منها، ام فيها تستعمل لاشقائه؟ طبعا اولا هي تستعمل له، لاشقائه، لافراد عائلته، لكل العائلة. لكل العائلة، او اذا كان في هناك تطابق بالانسجة تستعمل لاشخاص لا يقرر قيمته له بصلة القرابة، يعني اذا كان هذا الشخص يعني دخلنا في تجارة الاعضاء. لا 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 لا، خلينا نفرق ما بين تجارة الأعضاء وبين الاستعمال. نحن ما بدنا نكون، أولا أنا عضو بالهيئة العالمية للأخلاق الطبية. لا بس تنوضح للرأي العام. تنوضح إنه طبعا هذا في بحسب القانون، إذا أنت بدك تتاجر فيها طبعا هذا أصبح تجارة،
لكن في هونيك ضوابط، في قوانين انه هيدي ملة للتجارة، هي بدها تكون عبارة لما بدنا نستعمل شخص لتاني بده ينعمل له الفحوصات، والوزارة الصحة عاملة قانون تحدد ما هي الفحوصات اللي بدها تنعمل تطابق الأنسجة وشي، وهيدي المكاليف تدفعها وزارة الصحة، لأنه في تجارة ولا واحد بده يبيع للتاني. اليوم بنعرف قد ايه عم بيصير بمواضيع زرع الكلى طبعا أو زرع الأضرار، مما لا شك فيه، كيف عم طبعا عم بتصير التجارة تحت الطاولة وفوق الطاولة طبعا هيدي هي انه هو عضو، وتدخل اذا بدنا نعمل نحن سوق تجاري وسوق عكاظ وانه كل واحد يتاجر فيها، طبعا هيدي في لها قبل ما ننتقل لهونيك. اذا هيدي بتروح لكل افراد العائله طبعا، اذا كان في اصابات بمرض السرطان باشياء بتتعلق خلينا بخلية. نحدد ما هو سرطان السرطان. ما فينا نقول انه لا سرطان الثدي ولا سرطان، نحن عم نحكي عن سرطان وامراض الدم، يعني تستعمل للثلاسيميا للسيكل سيل انيميا، فيك تستعملها للليمفوما للوكيميا، هيدي اللي احنا اللي عم نحكي فيها، ما عم نحكي نحن نقول انه بدنا نستعملها لانواع السرطان اللي هي بسموها يعني لنوع معين، لانواع سرطانات طيب. في حالة الدم. الشلل هلا في الحالة الثانية اللي هيدي نحن بلشنا بشقين، الشق الاول هو اللي ما اثبت علميا وما تعرف عليه علميا وما نستعمله عم، واليوم الشق الثاني اللي هو قيد البحث، يعني اليوم في قيد البحث لاستعمال للجرحى القلبية لامراض الشلل او الامراض العصبيه. هلا في دراسه كبيره اللي الاتحاد الاوروبي قايم فيها وانا مشرف عليها، هي تنشوف اذا في هنيك اذا في امكانيه لاستعمال الخلايا الجذعيه لتشمع الكبد، مش كل امراض الكبد فقط لتشمع الكبد، وفي الشق الثاني اللي هي عم ينعمل عليه لمرض السكري، هيدي بعد قيد تجدد الخلايا والعمليات التجميليه يعني وما هيني الى هنيك. نحن بنقول هناك في شيء اسمه شفاء وفي شيء اسمه علاج، هالعلاج بعد ما اثبت، ولكن في دراسات كثير اليوم ماشي بهذا الموضوع، بعد ما وصلنا لمحل انه نقول انه لا انا اذا واحد عنده تشمع كبد بعطيك الخلايا الجذعيه والالزهايمر، يعني بعد يعني في حالي او اثنين واحد عم بيكتب بجريده من هون بس منا مثبته علميا ولا في عندنا قراءه علميه تقول انه صحيح عم ينشفى المريض. هذا الموضوع موجود بلبنان، فينا نحفظه بلبنان.